أهلا بكم في قناة أفكارك ثقافتك. موئل وموطن الدب الأسود. على الرغم من أن الدب الأسود هو حيوان لا يزال منتشرا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية اليوم، إلا أن نطاقه التاريخي كان يغطي القارة بأكملها، حيث كان من الممكن العثور عليه في كل بقعة من الغابات الصالحة للسكن، وتم العثور عليه اليوم من شمال كندا في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من شرقها، ووصولاً إلى شمال المكسيك وتوفير موطن غابة من بعض الوصف. وستبذل هذه الحيوانات القابلة للتكيف بشكل لا يصدق قصارى جهدها للبقاء على قيد الحياة بنجاح هناك، وهي موجودة بالفعل في عدد من المناطق المتنوعة للغاية. ومن المعروف أن الدب الأسود يعيش في الغابات الحارة والجافة والشجيرة في المكسيك والمستنقعات البخارية والخشبية الصلبة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وصولاً إلى الغابات الصنوبرية في كندا وألاسكا والتندر القاحلة حتى الشمال، على الرغم من تأثر السكان المحليين في بعض المناطق بفقدان موائلهم الطبيعية، فإن مرونة الدب الأسود تعني أن السكان في معظم المناطق يتزايدون بالفعل. سلوك وأسلوب حياة الدب الأسود. يعتبر الدب الأسود صياداً منعزلاً إلى حد كبير، وقد يتسامح أحياناً مع وجود أفراد آخرين عندما يتجمع عدد حول مصدر غذاء وافر، ويقضي الدب الأسود غالبية حياته في اليقظة في البحث عن طعام في الغابة المحيطة، ويجب عليه أن يأكل كميات كبيرة من المواد النباتية كل يوم للتأكد من أنه تناول احتياطياً لائقاً من الدهون لفصل الشتاء القادم. وعندما تبدأ ظروف الشتاء القاسية، يتراجع الدب الأسود إلى وكر تحت شجرة جوفاء أو في جحر، حيث يقضي فترة السبات أو شبه السبات خلال الأشهر الباردة المقبلة. وعلى الرغم من أن هذا ليس سباتاً حقيقياً، لأن درجة حرارة جسمه تنخفض فقط إلى الحد الأدنى، فهذا يعني أنه قادر على الاستيقاظ والمغامرة بحثاً عن وجبة خفيفة لكسر سباته الطويل. تكاثر الدب الأسود ودورة الحياة. سوف يجتمع ذكور وإناث الدب الأسود لفترة وجيزة للتزاوج في الصيف، وبعد ذلك الوقت سوف يصبح منفرد مرة أخرى، وسيبدأ كلاهما في تناول الطعام للاستعداد لفصل الشتاء. وبعد فترة الحمل التي استمرت حوالي 7 أشهر، على الرغم من أن هذا يشمل فترة 5 أشهر تقريباً من تأخر الزرع، تلد أنثى الدب الأسود ما بين 1 إلى 5 أشبال في نهاية الشتاء في عرينها، والأشبال التي لا أصل لها ضعيفة بشكل لا يصدق، وتعتمد على الدفء الناتج عن حرارة جسم أمهاتها لمساعدتها على البقاء على قيد الحياة في الأيام الأولى. وتظل صغار الدب الأسود مع والدتها حتى يبلغوا من العمر 2 تقريباً، ويتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة بمفردهم، وحتى أنهم سيشاركون عرينها الشتوي خلال فصل الشتاء الأول. وبعد حوالي 1.5 عام سوف تتطلع أنثى الدب الأسود مرة أخرى إلى التزاوج، وغالباً ما يخاف الأشبال منها في النهاية من قبل الذكور الناضجين العدوانيين بشكل متزايد. مفترسات وتهديدات الدب الأسود. نظراً للحجم الكبير نسبياً للدب الأسود، فإن البالغين الناضجين لديهم عدد قليل من الحيوانات المفترسة الطبيعية داخل موائلهم الأصلية باستثناء الدب الأشيب في بعض المناطق، ومع ذلك فقد تطور الدب الأسود ليكون لديه مخالب وأرجل أقصر من أبناء مومته الهائلين والعدوانيين، مما يجعله أكثر مهارة في تسلق الأشجار ومنحهم فرصة جيدة للهروب. ومع ذلك فإن الأشبال الصغيرة أكثر عرضة للخطر ومهددة من قبل مجموعة متنوعة من الحيوانات المفترسة المختلفة، بما في ذلك الثعالب والطيور الجارحة وحتى الدببة السوداء الأخرى. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا.